الحمد لله كاين اقبال كبير في هذا الواش هذا، كاين الكليان وكاين يعني ناس كثير يعني جديده، يعني ناس يعني معروفين يعني المحل الاقدمي، يعني ناس كليان عنده بزاف كيسالوا بزاف ماموريه على الناس في الدار، كاين قالوا بزاف يعني كيسالوا بزاف الحوايج كيسالوا، يعني كتولي بنادم كيجي كيلقى شحال موجوده نورمالمون ديال الدار، ديال الدار وشحال زوين يعني مخدومه ديال الدار، حاجه يعني مخدومه مطحونه وكل شيء كيجي زوين يعني بحال خدمه في الدار ديالك. بدا من ديك 6 ايام الله، 6 ايام 5 ايام الاخر كتبدا الراوس. كاين بزاف، كاين الناس على حسب المطلبات، كاين الناس ديال اللوز، كاين الناس ثاني ديال صابلي، كاين ثاني صابلي بريستيج، كاين ثاني صابلي ديال اللوز، صابلي ديال اللوز ثاني بريستيج، كل حاجه ثاني وعندها الاثمنة كاين اختلاف، كل شيء كاين اختلاف من العادي حتى اللوز. اللوز كيبدا من 100 تقريبا، كيبدا من اللوز هاشي كيبدا من 80، اللوز يقدر يسالي حتى 180 درهم 190 درهم، ديال ديك عاديه 50 درهم. وكاين سميتو كاين اللوز ثاني ايفيليتو شي كاين 100 درهم ثاني. اقبال بزاف كما قلت لك تقريبا دابا الحوايج كلشي كيخش كلشي كيتمشي، يعني اقبال بزاف كاين اللوز كاين صابلي كاين صابلي العادي كاين الكعك كاين اي حاجه. الحمد لله الاقبال كيكون في العيد الفطر خصوصا كيكون اقبال كبير، ماشي بحال الاعياد بحال العيد الميلاد ولا العيد الاضحى، في عيد الفطر كيكون الاقبال بزاف والناس كيقتنيو الحلوى بحد فترة كبيرة هكاك تقولي كلشي موجود، كلشي الحلوى كاينة ديال الدار كيكون واحد الإقبال كبير عليها وشي حاجة ديال الجودة وشي حاجة نقية. ضروري كتوجد تقريبا بواحد كتبقى العيد واحد جوج سيمانات كتوجد الستوك ديالك كتحط السلعة للعيالات باش يخدمو لك وكيكون داكشي بالنقا وكيكون حتى الثمن ملي كتقول للناس كيكون الإقبال ديالو في المستوى. كتكون ضروري الخدمة مضوبلة، كي واحد كيكون عندك واحد الاقبال بزاف حيت بنادم ملي كيذوق واحد السلعه ديالك واحد الكاليتي واحد الجوده كيجي ديما يقتنيها من عندك، كيجي عندك يقول لك راه خديتها من عندك وديجا كانت زوينه، داكشي علاش كيكون عندك الاقبال بزاف. بنادم كيقتني لك اللوز صابلي البريستيج صابلي اللوز كيكون اختلاف بزاف. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.